السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الحق الفتات من مدينة تطوان، عمر ديالي 27 سنة. أنا اليوم تقهرت وعندي واحد المشكل اللي هو كبير كبير بزاف بزاف بزاف، اللي هو أنا كان وقع لي واحد المشكل قدر لي الله عز وجل. كنت تشبرت صغير في السجن وجوزت واحد المدة اللي هي تحكمني بخمس سنوات نافذة، وجوزت فيها أربع سنين، وأنا يعني أنا كنت يعني قاسي وديك الوقت كنت عندي 17 عام في العمر ديالي، وجوزت يعني السجن قدر علي الله ودخلت للسجن. يعني انا باقي صغير يعني معاشره السوء وما عرفتش يعني شنو العواقب ديك الشيء هذاك، وانا خرجت من السجن الحمد لله نقي، يعني ما فيها حتى شي حاجه الحمد لله نقي، مش يعني كنمشي كنطرق الابواب ديال العمل وهذا، ويعني كنتقبل. والمشكل اللي عندي انا في حسن السيره، انا يعني انا انسان مقهور، انا مقهور وتحقرت بزاف، انا عندي مقهور اخوتي، انا مقهور بزاف، انا كنمشي كنطرق الابواب وما كي يعني ما كي توحي ما كيعاونني، فهمتي؟ توحي ما كيعاونني، كنمشي كنطرق. انا عندي جنايات وجنايات ما كتمسحش شي حسن السيره على حسب خمس سنين، ومشيت تسقطيت المحامي ومشيت تجمعت الابواب. اخوتي ما خصنيش نبكي حتى الجا ما كيبكيوش، فهمتي؟ انا ما بكيتش يعني بكيت بلا شعور ديالي، فهمتي؟ يعني انا قوس لحبت يعني انا صغير وما عرفتش العواقب وتكرفت بزاف، وانا خصني دابا كنطلب غير العمل. دابا انا الحمد لله خرجت، دابا دي 6 سنين باش خرجت من السجن، خرجت دابا دي 6 سنين باش خرجت، والحمد لله دابا انا يعني الحمد لله بخير مزيان، ما مبلي ما حتى شي حاجه الحمد لله، غير الرياضه وهذاك. وكنمشي كنتقبل في الخدمه وكيطلبوا لي حسن السيره. حسن السيره ما عنديش، حسن السيره ما عنديش على حسب الخدمه. وانا انسان شاب طموح وكيعرفوا الناس الحمد لله تطوان كامل كيعرفوني شاب نقي والحمد لله يعني مزيان. يعني دابا انا المشكل اللي عندي هو حسن السيره، كنطلب من المسؤولين وكنطلب من الناس المحسنين يشوفوا من حالي يعني يعاونوني بشي مشروع او بشي حاجه يعني اللي نقدر انا نصوفي راسي بها. وانا عندي يعني الام ديالي هي اللي عندي انا، ما تحت حي ما خدام في الدار، وانا يعني خصني يعني ضروري شي شيخنا باش نقدر نصوفي راسي. انا باقي شاب، باقي تابعني بزاف المسؤوليه. قلت لكم اخوتي النقطه اللي اثرت فيا انا بزاف جدا جدا وخلتني يعني انا كان قلبي كيبكي الدم، اللي هو يعني كمشيت عند المحامي وقال لي يعني انا جنايات ما كتحيدش على يعني على خمس سنين، انا جنايات على 15 سنه عاد كتحيد الجنايات. وانا ما يمكنليش نبقى انا دابا انا جالس يعني هذا المده، العمر ديالي 27 عام، انا هذا هو اللي هذا هو المده اللي يعني فين خدم فيه، يعني هذا هو الجود اللي باقي لي فين نخدم انا. دابا انا كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب الناس يعاونوني حساب الخدمه وباش انا نصوفي راسي ونقدر نعاون نكون الاسره ديالي، نكون الحياه ديالي. انا المشكل ديالي هو المشكل ديالي يعني صعيب بزاف بزاف بزاف، انا ما كاينش يعني شي حل ما عندي، غير خصني نخدم وبدراعي الحمد لله، فهمت؟ يعني خصني يعني الناس يعاونوني والمحسنين الله يجازيهم بخير في هذا العواش اللي كان كيتشوفوني. انا كنترجاكم الله يخليكم ويداتكم في هذا النهار، وانا الحمد لله انا بصحتي وغادي يعجبكم يعني جربوني وغادي يعجبكم يعني في الخدمه باي حاجه والمعقول، وغادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف. غادي يقولوا ديك الود راه ولد الناس، وانا الحمد لله الناس كاملين كيعرفوني ولد الحمد لله نقي وطموح، وانا غير قدر عليا الله. ودابا انا السنين باش خرج، انا يعني السنين باش خرج دابا كنمشي بوحدي، ما كنعاشر حد، ما كان يعني انا صافي كاز عليا اللي كاز عليا. دابا الحمد لله كنترجاكم الله يرحم الوالدين. انا ما بغيتش الحياه ديالي تضيع، انا الحياه ديالي ما بغيتهاش تضيع في الحباسات. انا يعني انا خصني صافي دابا انا خصني نكون الحياه ديالي، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير الناس يعني في جميع انحاء المملكه وداخل الوطن وخارج الوطن، الله يجازيكم بخير والله يحفظكم الله يحفظ. كما شرحت لكم اخوتي قبيلتي في السابق، انا كوس يعني كوس السجن المدني في مدينه تطوان، يعني كوس يعني خمس سنين، يعني كوس عامين وشهرين كوس في مدينه تطوان في السجن المدني مسمى بالصومال، كوس عامين وشهرين وتهزيت ترونسفير، تهزيت نعين عايشه في تاونات، تهزيت تما كوست تقريبا شي عام وسبع شهور، وكوست ملي كان باقي لي شي شهور كوست مخرجش من واد لو. هاي الورقة باش خرجت، هاي الورقة باش خرجت، يعني عندي واحد الداخلة هي اللي عندي، يعني ما أنا ماشي وجيد الحبس، يعني ديك النوع اللي كيبقى داخل خارج. وعندي وتكافس بزاف، يعني هزوني الترونسفير وانا يعني ما عرفتش باقي صغير وما عرفتش الحابس، ما عرف هو اول دخل يعني عندي. والنصيحه اللي كنصح الشباب دابا، كنشوف دابا هذا الشاب دابا يطلع عندنا دابا اليوم، ديوني التجربه، انايا ديوني التجربه، خليكم نقيين. ويعني ما راه السجن راه ما فيه ما يتشاف، راه ما فيه ما يتشاف، عاد ولا هزكم ترونسفير الحبسه تاخر الحبسه ديال الداخل، راه ما كيتقطع، راه بزاف د الحوايج، راه يعني كيتصاب كما واحد المسمى كيقولوا الجربه،
بالحاك وداك الشيء يعني بنادم غيتكرفص بزاف. خليكم نقيين وتما يعني الماكله ما فيها ما يتشاف الماكله من ناحيه الماكله ما كاينش يعني شي ماكله راه غتكرفصوا بزاف. الحباسات ما كاين فيهم ما يتشاف. تهلاو في راسكم والرياضه. وانا غير قدر عليا الله والحمد لله. واخا داك هو الصراج الحمد لله راجل وما تبليت ما حتى شي حاجه الحمد لله. خرجت بعاقلي الحمد لله يعني. واخا قوس غير مع بنادم يعني بنادم حماق وقوس مع بنادم يعني اللي هو يعني بدم يعني بنادم يعني قوس مع بنادم جميع انواع القوس اللي معاون الناس. والحمد لله دابا انا ربي قدر لي هادشي هذا الحمد لله. وكنطلب منكم وكنطلب من جميع المغاربه الله يرحمكم وتشوفوا في وجهي تشوفوا في وجهي الله يرحمكم الوالدين. انا عندي الغرض نخدم بصحتي وانا باقي نعطي هاد البلاد هاديه وغنعجبكم بزاف. والرقم التليفون ديالي هو 07 75 76 47 30. نعاود الرقم ديالي 07 75 76 47 30.